نوصل نحن وياكم للفقرة الأخيرة من برنامج يوم جديد لليوم الجمعة، الفقرة تحت عنوان كريتيك مع باتريك. ناقد الموضة باتريك خليل صار حاضر لمواكبة مهرجان الجونة اللي تم افتتاحه مساء امبارح واستقطب عدد كتير كبير من نجوم الوطن العربي، وأيضا لبنان له حصة بالمشاركة، وهيدا المهرجان سنة بعد سنة عم بيتألق أكثر وأكثر وعم بيكون قبلة أنظار الفنانين وأيضا المتابعين والفانزات وكل مين بحب يشوف إطلالات النجوم وتحديدا النجمات. باتريك صباح الخير. مرحبا عليك. أهلا وسهلا فيك. قد ايه امبارح سهرت وطولت وتابعت وترصدت؟ الساعة 3 بعد الصور لشادية، بدي وجه لها تحية، تحملتني كثير. بس بتعرف أول نهار بدنا ننطر تينزلوا الصور، وبعد في كثير قصص، يعني بعد في كثير فنانين ما نزلوا الصور. يعني نحن اليوم إذا بدك أولى الصور رح نفرجي، وفي عنا جزء ثاني وثالث طبعا، لأن هو بأول أيام وقلت لي مستمر على مدى سبع أيام. مزبوط. يعني هيك جروسو مودو العنوان العريض بوزيتيف أو نيجاتيف على اللوكات اللي مرقت على الريد كاربت؟ في قصص بوزيتيف، يعني في تحسن، في ناس كانوا كتير يلبسوا بلينج بلينج أو كتير شك راحوا على السامبليستي، وفي العكس في النقيط. يعني نعم. في هيك يلا خلينا نفوت مباشرة بالصور. عم نشوف نجمة بشرى اللي هي من مؤسسي إذا بدك مهرجان الجونة، وهي بتفوت بالتفاصيل ومن المنظمين. للأسف إطلالتها غير موفقة. ليش لي؟ أول شيء شكل التنورة مثل ما عم نشوف عرضة، وكتير الطيات معمولين بشكل كبير. يعني هون شكل الفستان إذا بناخده لحاله أوكي، فكرته ضيق من فوق واسع من تحت، ما عنا مشكلة فيه. ولكن على جسمه لبشرة وهالطيات الكبار عرضوها وما اجوا لصالح ديزاين تبع جسمها. اختيار الشوز كمان ما انه موفق. هالديجراداسيون بالالوان، الأومبري الموجود يعني اصفر من فوق ابيض من تحت، كمان زاد التين بلة، كلها على بعض الإطلالة منا موفقة. الشغلة الوحيدة المهضومة بهالإطلالة هي الميك أب والشعر، وهي طرافتها يعني على السجادة كانت كتير مهضومة ومرتاحة مع حالها. ليك في عنا فيديو، بس قبل أنا سؤال هيك نظرتي يعني كمشاهد، يمكن لأن المنطقة العليا هيك مليانة عطيت كمان إفه مش حلو مع وسعة الفستان، أو الصورة هي هيك منطقة الصدر تحديدا. هلا منشوف الفيديو، ولكن منطقة الصدر هو كمان منه مشدود كتير على على أوكي. على منطقة الصدر يعني الكورسيه من الجزء العلوي، خلينا نقول لأنه دائما بيطالبوني أنه ما بقى تحكي إنجليش وفرنش. الجزء العلوي منه مشدود 100%، بس اللي أنا بالنسبة لي ما زعجني ميلة الجزء العلوي، زعجتني التنورة بحد ذاتها، طيتها كتير كبار، قصروها عرضوها، ومن وراء إذا بتلاحظ وتتبرم ما كتير زابط عليها الفستان. الشغلة الوحيدة كمان الحلوة، يا ريت كان كله أصفر، كله أصفر كان بيطلع بعد أجمل. هو لا هيك مناسبة؟ لا يعني الفستان لا ككل لا 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 مش لهيك مناسبة. نحن على الريد كاربت وبأول نهار وبأول يعني بالافتتاح لازم نعمل أكتر شيء بيرفكت. نعم. أكتر شيء بدنا نكون بيرفكت ونعمل أفورت خاصة بأول نهار. Yeah. خلينا نشوف غير سريعا لأنه عنا كتير صور، عنا أكتر من 16-17 فنان يعني بدنا نمشي فيهم ركض. لو أنت بدك تركض بالشرح كمان فأزن أروى جودة كمان من الفنانات النجمات اللي عادة بيكون عندهم حضور كتير حلو، ولكن قماشة هيدا الفستان ركيكة وتشيب بكل معنى الكلمة من معنى. إذا بدي أخذ الموديل لحاله منه عاطل، ولكن استعمال هذا النوع من القماش والبطانة كيف مبينه ابدا مش موفقه، الشعر ابدا ما كان ظابط، ميك اب كثير قوي، من الاطلالات الغير موفقه. عاده اروى بتعمل افورت اكثر، عاده بتبين اجمل. اذا بتلاحظ البطانه كثير ظاهره لانه القماش كثير رقيق. لو انعمل نفس فكره الفستان على غير قماش كان طلع احسن، باختصار عم بحكي. بس كالوان الفضه والفضه والاسود على بشرتها طالعين باهتين كمان. الالوان ابدا مش ظابطه، بس هن السيلفر والاسود اكيد بيزبطوا مع بعض. حلو الجولري اللي مستعملتهم، ولكن كمان الجولري ذهبي واحمر كمان مش ظابطه مع الفضه. ناردرين فرج انا من المفضلين عندي كتير، انيكا براندون ماكسويل اصلا دائما فساتينه فيهم دائما اليجنس كتير حلوة. الهولتر نيك من فوق يعني الأب العالية لأنه رقبتها طويلة وحلوة، كتفاتها كتير حلوين، بعتقد من أجمل الإطلالات اللي شفتهم على الريد كاربت. حلو كمان أنه هي أضافت البروش، أضافت الحلية على الفستان مش بس عليها، والحلق مع البروش مع طولة مع طريقة تصفيفة شعرها
عملت بالانس كتير حلو، يعني بما انه القبة عالية راحت صففت شعرها بشكل انه ما يكون في فوليوم ويبين وجهها الحلو مع ميك اب ناعم. وهون بدي وجه تحية لصدريك لانه هو اهتم باطلالتها، وواضح قديش الاطلالة انيكا من المفضل، حتى اختيار الشوز كان حلو. يعني شعره ميك اب هالقد سامبل ولذيذين، برزوا القطعة اكثر وهي على جسمها كمان، خاصة مع رقبتها ومع حركة الرقبة كتير حلوة. واختيار الجوليري كتير موافق. حبيت هودي البروش، قلت البروش. اضافة البروش الحولية على الفستان، علما انه الفستان اعطاها هيك شيك زيادة. صح، فستان اساسي ما في الي يعني هن اضافوا. هون بتلعب دور قصة كيف تعمل ستايلينج، كيف تنسق. ننتقل لصورة جديدة؟ أكيد أكيد. يلا شخصية جديدة. نجلاء بدر من الفساتين كمان الغير موفقة على الريد كاربت. هودول الديزاينات اللي بيكون فيهم كات أوت أو بيكون فيهم هيك شيء بينفر للعين، أنا ما بحبهم. وما بعرف ليش في ناس بتعتمد هالنوع من الإطلالات، يعني لو كان كله مستر كان طلع مور إليجنت، كان فيها تعمل كتف ايه كتف لا مثل ما يعملي، بس بدون هيدا التفريغ على الصدر والسناس اللي ما له معنى. كيف يكون من افضل الاطلالات لو ما في هيدا الحركه؟ لان في قسم ثاني يعني ميلت ايد اليمين. صح. مع الكتف لو تكمل الفستان كان كيف يكون سيف. اكيد تعمل غير نوع شعر لانه شعره كمان ما انه حلو مع هيك فستان، كيف تربط شعره على الواطي او تعمل شينيو على العالي كان طلع احلى بكثير باختصار. يلا نرجع هون عم نشوف الفستان من الخصر ونزول حلو، تنسيق الشوز حلو هيك، بس تنعطيها شوي كريدت. الكلاتش مقبوله، جوليري مقبولين، ولكن الشعر وحركه الصدر كثير مستفزه انا بالنسبه لي. ننتقل لشخصيه فنيه جديده، عم نشوف يسرى. يسرى جورج حبيقه. رح اقول لك، رح بلش بدي شوي احكي عن يسرى. هي انسانه كثير راقيه وكثير بتضيف للقطعه، ولكن انا ما فهمت ليش لبست نفس نسخه الفستان على لون ازرق، هي سبق ولبسته على احمر. ولكن شو كان الاختلاف؟ انه ما في شك، يعني هالتول المنزاد من فوق وعلى الايدين نفس الفستان. بركي حسيت انه لبق لو اخذ سكسي. صح، بوقتها اخذ سكسي، بس ما فينا نعمل هيدا الشيء، يعني هيدا الشيء بتاتا ما فينا نعمله. ولكن بدي احكي عن الفستان انه مرتب، اللون حلو بين الزرق وبين الموف الفاتح، تنسيق الكلاتش، الشعر، الحلي. التول كان بيطلع اجمل لو كان مشدود كثير على جسمه، يعني بده يكون، ما بدنا نحس انه في تول، بدنا نحس كانه بشرتها هيك، كانه الشك طالع من البشره، يكون افيه تاتو بسموه. وفكره الفستان اكيد مرتبه واحلى من غير اطلالات هي كانت اطلت فيهم لدرابي وكل شيء، ولا عمره ولا بشرتها وهيك، اكيد اطلاله مرتبه. بس هو التعليقات الملاحظات بس هيدا ما بيمنع انه اطلالتها مرتبه اكيد، والفستان شيك وانيق. من بعد الفنانة يسرى صورة بتاخدنا لا نادين نسيب نجيم. صح، أول مرة بتكون موجودة فاينلي، عبرت هيدا الشيء عنه بالتويتر. صح، صح. للأسف للأسف بعدنا ضمن إطلالات الديجا فيو والإطلالات اللي كتير شك. أنا شخصيا وكتير من نقاد الموضة عم نعتب على نادين أنه خلصينا بقى من الشك. بعدين هذا كان عتبك على اطلالتها بالميراكس. صح، حضرتك صح مع صح، لانه عم بتبين دائما اكبر من عمرها وهي بعدها بالثلاثينات. هيدي اطلاله كثير تطلع حلوه لحدا اكبر بالعمر، لاما عروس اما عريس بعدها جان بيطلع واو. الكمام ما اجوا لصالح الفستان، شكل التنوره من تحت عرضها، وهي نادين عندها اجمل جسم. بقى الفستان حلو اذا باخده لحاله سوبر حلو، لمعته ماشته لونه، ولكن ما كنت بختاره لنادين. وما انصف شكل جسمه وما انصف اطلالتها كمان. صح، برأيك بيفكروا ليختاروا هال؟ في ناس بتفتكر انه قد ما كان في شك قد ما كان في بلينج بلينج، علما انه بالكولكشن تبع زهير مراد في فساتين ما فيها شك، تفته كلها من فوق لتحت، ومن بين هالفساتين كان في فستان لون اخضر، كنت بحب شوفها باطلاله مور انترناشونال، تكون أوروبية، لأنه شفناها بكتير شك خلص كفى. صحيح. بعدين شكل الفستان من تحت معرضة، الشعر منه مرتب كفاية، في يكون سامبل ولكن مصفصف. بعدين بليز بليز لا نجمات لكم على الريد كاربت حاجوا تعملوا لي شعركم هيك 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 هيك، يعني بيعملوا براشنج وبيروحوا مش مقتنعين، وبيصير كل الوقت ايدهم بالشعر اتكلي، هذا شيء منه مزبوط. دونك رجاء بعد شو بدك تقول لي لنادين؟ لا بس بليز بعدي بقى عن الشك، يعني انا زعلان انه النجمات اللبنانيات ما كانوا مضويين اكثر على
ابدا على الريد كاربت، ما كانوا موفقين. وهيدي اونتر بارونتيز ما بقى تقولوا لي اني من حظ، لانه انا كثير حدا اوبجكتيف، وانا اكثر حدا السنه ما حبيت اطلالات اللبنانيات على الريد كاربت، كانوا كثير الاطلالات بخيبوا الامل. ليتس ننتقل لنشوف شيرين رضا بفستان فوليومينس، في كتير فوليوم ما بدها هالقد. بعدين قصة الصدر منا حلوة مع كتفاتها، ومنا حلوة لعمرها تروح بهيك فستان سترابلس. الفستان قماشته حلوة إليه، شيك يعني، منه قماشة تشيب فاين. بس دايما نحنا مثلا في شوف مثلا تعليقات بيقولوا ايه بس حلو من تحت. طب اوكي من فوق شو حلو من تحت، بس من فوق شو؟ الجزء العلوي كتير مهم، لانه عم تاخذ دائما الصور من قدام وعلى الجوانب وكل شيء. بدنا ننتبه كتير منيح، خاصه منطقه تحت الباط كتير بدنا ننتبه. هون ما مبين ولكن بغير صور مبين. تنسيق الكلاتش لاحظت تنسيق الكلاتش كتير حلو. شعره هالسامبليسيتي كمان مع الميك اب كتير حلو. صح من ورا دائما في مشكله عند الكل هيك. انا بلاقي كافيه كمان انه نحيفات صح، كافيه تروح كمان على لون اقوى بعد لإلك، بما انه هي شقره. بس ما فينا نقول انه اف مش مرتبه. لا، في اناقه بمحل من المحلات، ولكن في ملاحظات صغيره، بس هيدي الملاحظات بتعدل تفاصيل كتير مهمه، بتعدل وبتعطي اطلاله اجمل. بس برافو لشعره وميك ابها، لانه اوقات مثل شيرين اذا عملت كتير موديلات بشعره وكتير راحت على الاوفره بيطلع اللوك تشيب. هون طالعه انيقه ومرتبه. ليدي غاغا العرب مايا دياب، ما بعرف ليش دائما مايا بتعتمد هيك الكونتروفيرشال لوكس والدانينج لوكس والادجي لوكس. هيدي من 10 سنين كنا ننبسط فيها، نحكي على شهر او على جمعتين لك شو عملت. هلا بلحظتها ببيخ اللوك، يعني بتحكي 5 ثواني 7 ثواني بتقول شو عامله وخلص بتنتهي القصه. ما بقى جود ستراتيجي انه الفنان يعتمد هيك شيء. حتى ليدي غاغا تخلت كمان، غيرت ستايل، غيرت ستايل. انا بلاقي هالفستان يا ريت بلا هالبوتس وبلا كفوف فيلادا وبلا الشابو الكبيره مت سولار سيستم، ما لهم معنى، ما لهم معنى. ومزعج تشوف فنانه عندها تاريخ حلو بالموضه عم تصير الجدل بشيء منه حلو ومنه اضافه للموضه، علما انه هي بتعتبر حالها ترند ساتر. ما بعتقد حدا رح يعمل مثله، وما بعتقد هيك اطلاله بتفيد. يعني كيف ما برمتها ما لها معنى، مش هي اوقات لتكون ديستانجي ما فاتت بنفس اللاين تبع خلص الشكل. صارت بمحل لازم تروح على شيء مفيد. هيدي اطلاله مانا مفيد، هيدي ماكسيم بتروح فيها فوتوشوت ميوزك فيديو، مع انه عندها قوام ومقاييس بس حرام بعدين مشدود. احمر على احمر على بوتس احمر على كفوف احمر على اتس تو ماتش، وما لها معنى. برجع بقول بتعرف شغله اوقات يعني بشوفها انا بتابعها لما هي بحبها هي ونادين، احنا معنا شيء شخصي. لا بعرف بقول اوقات يعني بتكون عم تحضر شيء احتفال كتير بسيط بيبقى شيكه روعه بتجنن. صح. ليش بس يروحوا على المهرجانات مثل واحد بكب الخزانه على عليه؟ انت هلا يعني هيك صبت القصص. حتى نادين بتشوفها كتير سامبل، شعراتها ميك ابها بتعقد، فستانها كتير سامبل. ليه بدها تلبس مايا من عند نفس المصمم بكليب ما بعرف اذا دوب، انا بنسى بالاسامي، بس كانت لابسه فستان بياخذ العقل من عند جون لوي صباجي، كله ريش، اكيد شافوه المشاهدين طبعا، كله ريش وكثير على البحر اكسترافاجنت وحلو كثير. طب ليش ما لبست هذا الفستان؟ ليش عم نروح دائما على شيء ما هذا ببيخ لك مسيرتك؟ اتس نوت نايس، يعني كيف ما برمتها مش حلو. يلا خلينا نشوف، بنقول جود لك للجميع بالنتيجه. صح. وفي من كل الاراء. خلينا نشوف كمان شخصيه جديده مايس فنية. حمدان تقدم كتير كبير، برافو لمايس. هلا انا عم بقول برافو بس بزعل انه اللبنانيات عم برجع كررها منهم موفقين على السجاده الحمراء، علما انه الفنانات المصريات دائما بلقاءاتهم بيتغزلوا بيقولوا الفنانات اللبنانيات جدا مزوقين 100%. مايس حمدان فستان اسود بالصور منه طالع حلو. ليش عم بقول بالصور مش طالع حلو؟ هلا حنشوف بالفيديو قد اوقات الصوره قد بتظلم تفاصيل. بدي هنيه الشعر مع الميك اب مع الجوليري، بس شغله وحده، وقت يكون في ابليك معموله على فستان كثير كبيره
ما في لزوم يكون بكذا محل. أوكي. أوكي. يعني تبقى واحدة هيدا على الصدر. أو على الصدر أو على الخصر. واحدة. بس لاحظت داكي واما بين أحلى بالفيديو بالفوتو لأنه كله أسود إلي مبين شقفة واحدة بلوك واحد ما قادرين نشوف الخصر. ليك شو طالع حلو وقت شفناه من بعيد مع الأوبن سايد لاك اللي هي ما مبينة بالصور. بس يعني كأن مشتو. فيلفت. فيلفت هيدا الشيء هلا فتنا شوي اذا بدك بالكولكشن الشتويه مش غلط علما انا ما بحبز كثير الفيلفت هلا ولكن الفستان انيك ما فينا انكر يعني خياطته كيف جايه على شكل جسمه على القليل حبينا او ما حبينا ولكن جايه بشيء مرتب وفيها المره تعمل ايدنتيفيكاسيون تقول انا على بالي كون لابسه هيك وبعده الوان اوكي منه احلى شيء شفناه على الكرة الأرضية ولكن بس إنه كله متناسق مع بعض مع شخصية شعر وميك اب وأكسسوار كله بارفي بالنسبة لها يلا شخصية جديدة لو بدنا نروح هلا نحن باقيين بمهرجان الجونة الافتتاح اللي صار امبارح صح و خلينا ننتقل لدورة زروق اللي قبل شوي كنتوا عم تفرجونا الفيديو تبعها دورة حدا تاني تراز ايه دورة حدا تاني عند الأطفال الإكسبلوراتريس دورة زروق دايما دايما إلي مرغوبة من كل المصممين يعني بس بدهم يكون عندهم حدا امباسادر عم بيدعوها كانت بدولشي أند جابانا وكتار من المصممين ومن الديزاينرز اللي عندهم جولري كلاتشز ميك اب بيعتمدوها لدرة لانه اطلالتها انترناشنال وهذا اكبر دليل بهالفستان الاسود الابيض في كتير ما حبوا انا على راسي وعيني فيكم ما تحبوا ما ضروري كل فستان تشوفوه هيدا المناسب ولكن الاناقه كانت كتير عنوانه يعني هذا فستان دراماتيك ما بيلبق لمين ما كان اكيد اذا سيدي شفته ما رح تجي تقول انا فيني البس 100% هيك لانه اتس دراماتيك بده شخصيه قويه ولكن بس حدا يجي يقول وينتقد مش لبق له هون شو بقولوا ونعمل انتقاد ما فيكم تحكوا تحكوا يعني انا ما فيني اجي اقول منه طالع حلو عليها ما فيني اجي اقول منه طالع حلوه ما فيني اجي اقول منه انترناشونال اوكي انا هيك حابب شوف مايا دياب تصدق برافو عليك هيك كنت حابب شوف مايا دياب انه ليش ليه كف وشوز وبوتس وسادومازو وكثير شوي ترافيستي عرفت مش غلط بس خلصنا من هاللوكات برافو لدره لمره جديده عم تعمل بصمه وبدي هني كمان المصمم العالم اللبناني جورج شقره اللي هو دائما تصاميمه انترناسيونال وجراند كوتوري انا بالنسبه لي ايه. من اكثر المصممين اللبنانيين اللي ما بينحكى عنهم وهو حدا استاذ بالخياطه وبالديزاين انا بس بدي اعلق قبل مره كنت عم احضرك مع باسكال وشفت اكثر من كلتش بالايد لفتني انه ميتال مع نوع ماش اوقات بيختلف بيركبوا دائما صح بيكونوا هيك راكبين بطريقه حلوه هون الستايلينج راكب مع الجولري حبيت كمان رح يركز على شغله انه الاحمر مع الاسود والابيض يعني الليبستيك كتير حلو الكلتش كتير ناعم وصغير برافو انه ما كبرت الكلتش لانه في فنانات كبروا كتير الباكس واوقات بفقر الاطلاله وتكون مش بمحله ولكن انا الاطلاله حبيتها مثل ما حبيت فستان اديل اللي ظهرت فيه من فتره وكلنا حبيناه بس اوقات لانه اجنبيه بينصفوها صحيح العرب دغري بنقصفهم يعني دائما تحت الرقابه شخصيه جديده من مهرجان الجونه ياسمين صبري عندها عشق للون الاصفر صارت شي 200 مره لبس الفستان الاصفر مش غلط نكرر الالوان اذا الفستان حلو هون عندي ميكس فيلينج الفستان ضيق على بطنه عاطي درابي which is هو ما في طيات بس لانه ضيق على بطنه عطانا هالافه ليه عم فرج الفيديو تا ما اكون عم بظلمها بالصور اوكي حلو من ميله ومن ميله ثانيه ما انه حلو قصير كثير الفستان لازم يكون ضيق بالارض تيكون احلى عليها ويكون راكي شعره هيدي فكره نضلنا حاطين ايدنا بشعرنا ابدا ابدا ما انه شيء اليجنت فكره القصمه تبع ما بين في شك وما بين في حرير منشوفها اوقات حلوه ولكن على هذا الفستان منا مكمله اوكي حركه الصدر من فوق كمان ما انصفت لجسمها واذا بتنتبهوا على الشغله اللي كنت عم بحكي فيها قبل الي قصه انه هون اوقات تطعيج اللحم او ترهل اللحم عندما انه هي بعدها صغيره كمان بدنا ننتبه له ببعض الصور مبينه كثير ومش حلوه قصمه القماش من فوق كمان منا كثير موفقه بس القماش والخياطه مرتبه حلوه هل هيدي من اجمل اطلالات ياسمين صبري ديفينتلي نوت لا
بتعرف اليوم على نفس الموجة أنا وياك كمان. إيه لأن أنا هيدي الشغلة هون ما حبيتها، مثل كأنها طيب عم تشترك بمثابة صح شي مس لبنان، مس لبنان أو مس إيجيبت. إيه هيا الله، بس لأن إحنا بين لبنان لو وبعدين هيدي لو هيدي لأن هيدي اللي حكيت عنها قبل شوي ومش عم بنتقد، بالعكس يمكن حبتنا. هلأ في ناس شغلتهم وعملتهم قد ما بيحبوا الفنان أوقات بيدبولوا على الأشياء الغلط. مايا دياب يعني انتشرت صورة تحت باطة بلوك وأخذوا لها منحة آخر وكتير لا يعني صار احنا ما بدنا نكبر لا ما عم اقول لك انه يعني بس هو بالفعل كان ومايا تحديدا بنشوف قد ايه عم تعمل سبور وعم تعمل مجهود صح. واللي بدي اقول لك شغله، دائما ياسمين صبري عم تعتمد قصات عم بتضخمها من فوق، لازم تنتبه لهالموضوع لانه هي مش اول اطلاله بتبين ضخمه من فوق. بعدين قصه الشعر يا جماعه بليز، بدك تعملي ليس اعملي ليس مرتب، خلي ضايق، مش كل الوقت نحط ايدنا بشعرنا، ولا شغله كثير بشعه وشغلة كتير بشعة. انت وعم تتصور يصير ناطرك المصور انت تزبط شعرك مش حلوة ابدا، منا حركة ابدا مرتبة وضيق على منطقة البطن. عم برجع عيد، خلينا نشوف نسرين طافش. نسرين طافش برافو لنسرين. فاينلي تتذكر كنت عم اقول لك هلأ نادين في فستان زهير مراد مش تفتا او قماش ستا، كلهم كل المصممين الي عم بيروحوا على هالنوع من القماش. ليه؟ هذا فستان بيقعد بالخزانة، فيك تعمل له فتحة، فيك تقصره، فيك تكب عليه كتير حلي مجوهرات، ما بتبطل موته. أنا حبيته بس في شغلة أنه كنت بخفف الرفلز، كنت بخففهم، بس القصة على جسمه أداة طالعة حلوة، اللون مع لون شعره، يعني اللون الكحلة مع لون شعره، مع المجوهرات، مع كل شيء طالعة يعني سيدة، يعني سحبة الصدر والكتاف كمان واضحين، طالعة سيدة أنيقة بامتياز. ونسرين طافش وقت عم تبعد عن الشكل كتير عم بتبين ليدي، عم تبين سوبر مرتبة. كمان هون شعرها، نحن كنا قبل ننتقدها كتير بشعرها، كانت تعمل موديلات تحسها عم تبين أكبر من عمرها، وكتير في هيك فوليوم وإكستنشن. هون الرترو إجا لصالح الفستان، خاصة أنه الفستان من فوق أوف شولدر ما فيه بروتيل، وحركة الصدر بتتطلب هيك نوع من الشعر، التنسيق كله على بعضه. وبدي أقول برافو للمصممة اللبنانية الجون نور فتح الله اللي عم تعمل فساتين سام سهل الممتنع. بس بقول لك شغلة أنا، أنه الطيات كنت بخففهم أكتر، يعني كنت بخلي التنورة تكون لميلة وراء بس تكون على جنبية تبين أكتر. بس برافو من الإطلالات الحلوة لنسرين طافش، مبروك من شلبي. رح اتركك فيك تريحني. لا انت لا اعطيني رايك هيك بس تاخذ نفس لانه عم بحكي كثير. لا بصراحة. انا بتطلع قلتي مني لانه مش اختصاصي، بس انه انا كاول ردة فعل يعني هو على البحر، انه المهرجان الجونة على البحر. ما هي لو على البحر بس بدنا ناخذ بعين الاعتبار، لا انه على بلاج بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه نحن مش ببيتش بارتي. فهمت انا اكيد فهمت فهم علي. اوكي ميرسي. نحن معي حق، نحن لا بباتشلر بارتي معي حق، اكيد معك حق، ولا ببيتش بارتي ولا سهره وداع العزوبيه. يعني فستان اوكي حلو جسمه، بتعرف شو المشكله هالسنه؟ قلنا لهم ما تلبسوا شك، راحوا انه بدنا نبين كلنا بطننا وكروب توب وكت اوت وتفريغات، بتحس كانه شرشف مفرغ مش حلو. والتول اللي ورا، هالتول اللي من ورا اللي نزاد على الفستان زاد التين بله، ونوعيه التول مش رخيص منه حلو. مبين اختيار الشوز كمان ابدا ابدا. الشغله الوحيده اللي بقدر احكي عنها بس هي 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 كانسانه كقيمتها كممثله قد ايه الكل بيعشقها، وهي هلا نومينيتد للامي اووردز. يمكن عم تجرب انه انا انترناشونال، انا رايحه على لوك عالمي، بس مش فهمتها غلط للعبه. الجولري بعقده، يعني المجوهرات تبعها الاخضر مع الابيض، النيلز تبعك بعقده، الميك اب، الشعر مقبول. بحلقه ما في اخضر بيسوى، ما بأثر ما بأثر لانه الحلقه تابعين تابعين للوايت دايموند وللوايت ستونز. مش غلط، بس يا ريت يا ريت هالتفريغات اللي ما لهم معنى ان شاء الله. قللوا من قيمتها على يعني بعد هي هذيك السنه اللي كانت لابسه فستان بياخد العقل من عند جورج حبيقه، ابيض وبلاتين كان بياخد العقل. اوكي جسمك حلو وبعقد وهي حلوه، يعني هي لانه محسنه بجسمها، عرفت طالع جسمها احلى من قبل. بس هيدا اطلاله مثلا اكيد بلا تول فيها تعملها هي على سهره عرسه بيتش بارتي، بيطلع كتير حلو، بس مش هون، مش على ريد كاربت.
وكانت مستعجلة وياها ومنيحنا وقفت وخلتهم يصوروها. يلا خلينا ننتقل سريعا لشخصية جديدة لنشوف مين عنا. اوكي نفس الشيء بس على لون ناري. دينا شلبي. دينا شلبي كمان الكات اوتس والخياطة العدم يعني عدم خياطة عدم. ما بعرف ليش هيك بتعملوا بحالكم وبطانة صفرة وفستان اورنج وميت تفريغة وما بفهم يعني ما عندي شيء اقوله. اكيد الناس بدون ما انا هيدا فستان مش بحاجة علق عليه. الناس رح تعرف بس تشوف بعدوا عن هالقصص بعدوا قد ما فيكم. بعدين الخياطة وتنقية القماش والشاب اللي حدا يعني الله يخليه لأهله والله يحميه بس ما عم بفهم ليش هيك. بس لاحظت من ورا الروفير الفتحة كيف كل شيء بدون ما لاحظ منه حلو. ما تعملوا هيك شيء. لك باتريك سؤال مثل هون يعني هيدا مفروض يكون هيك ولا هو مفروض يكون الكتف فيكم يعني في اوقات يعني بتحس بصير مزعج للنظر يا اختي يا حطيه فوق او صمموه بشكل يكون لاقط على الزند حج كل وقت بتعلوا انتم قصدكم توطوا منه فتد علي من ناحيه الكتف بس انا هيدا التفصيل ما بقى يا الي عم بتطلع انه انتم جايين على اهم مهرجان بمصر ليه بدكم تجيبوا فستان مثل كانه مخيط على الايد لاست مينت كانه هي عملته كانه عرفت عملته ما اقتنعت فيه صارت تخزق فيه بس مش حلو يعني هيدا لرأس منه حلو. يلا خلص شيلونا من هيدا اللوك خلينا نروح للوك ثاني بنستمتع فيه اكثر. هند صبري من الافضل سمبلي من الافضل. ما عندي تعليق غير انه هيدا الانسانه كل مرة بتفاجئنا إيجابيا ببساطتها الشعر مع الميك اب. يعني لاحظت إلي فستان كتير أنيق راحت عملت شعر سام هلا هون هود التتعيدات جايين بمطرحهم يعني ملت الخصر منو جايين على منطقة البطن مثل الفستان اللي شفناه قبل. صح رح أقول لك الدرابي شغلة كتير حلوة بالكوتور ومش مين ما كان بيعرف يخيط الدرابي بنعرف هيدا الشيء وكل شيء موضة قديمة عم ترجع تدرج. أوكي لكن هون أنصف لجسمها الخياطة كتير مرتبة اللون بعقد الشيب تبع جسمها كتير حلوة تنقية القماش ما فيها لمعة منا تشيب مشان هيك لازم نعرف نختار القماش. لازم الفنانة تصور فيديو فوتو قبل ما تروح. ما انت عندك سلولارك فيك تصوري تشوفي شو القصص اللي ما بتبين حلوة بعدين قدي طالعة يعني شوف الجولري مع الشعر مع الميك اب it's perfect perfection سامبل على شيء. شو كان ناقصة مايا دياب ما تلبس هيك فستان عم برجع انا محقون كرمالها من جوا كرمالها من محبتك. من افضل الاطلالات لانه شفت هيدا النوع من الاطلالات اللي عم نقول انه بدنا نشوفه على الريد كاربت السهل الممتنع ماشي حلوه فكره واحده وجسم حلو وحتى ما بعرف اذا بالصوره بتقلي اوقات الفيديو بي لا هو ما لحقوا يعملوا لهم رتوش الصوره لا عم بحكي كالون لا شفنا قبل شوي اصفر كان كتير اوزي هون الاصفر هون افتح وكتير حلو مع بشرتها وكتير حلو مع اللو لايت المعمول بشعرها اذا لاحظت الي صح بعدين لاحظت شفافها مش نفختهم الحمد لله كتر خيرك يا ربنا انه ليك لا مقتنع بحالها هي الثقة بالنفس والاتيتيود كثير بتضيف طبعاً. قد ما هي مرتاحه بالفستان شيكه للقطعه ليك وقفتها احلى من المودلز برافو عن جد مبروك فاذا لاطلالتك منى زكي لنشوف قد ايه يعني كان زكي اختيارها. اوكي منى زكي برافو انه ما راحت على شيء شك بس وقت شفت الفستان من ميلت فوق هلا رح نشوف الصوره اللي اول ما شفتها قلت واو خلينا نشوف ما عليه عم نعذبكم معنا اليوم بالرجي. اوكي شفت شو قصدي اول ما شفت من فوق قلت اف رحنا على شيء رويال بتحسها جايه عن جد من لندن ونزلت بالطياره على الريد كاربت. العقد ستيتمنت بيس الحلق الشعر قديه مضبوط بشكل حلو ليس وحتى حتى لانسز بشكل حلو الميك اب. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها شو صار عنا او اللي قبلها اللي كانت ليك تزعت الدنيا سجادة على السجادة لاحظت؟ سجادة سوداء على سجادة حمراء. يا ريت الفستان كمل لتحت وما كان فيها الفوليوم يعني الميرميد بتطول ما فينا ننكر هي منا طويلة الميرميد كل شيء قصة الحرية الأولى بتطول ولكن معمولة بشكل دراماتيك هيدا حلو إذا عم تصور فوتوشوت بيطلع بياخد العقل ولكن هي وعم تمشي فيه عم تتلبك والقماش ساعة بينفخ من ميلة ساعة انتبهوا لهم هودول القصص بس بتعرف شغله معك حق يعني شو بيغير
لما بتشوف من فوق جزء العلوي لحاله مثل ما شفناها بهديك الصوره جزء العلوي كثير حلو بس كمان ما يكمل يعني هيدا الشيء البينك المعمول كمان كيف ينتهي بس على مدى الكتف لانه برزت القطعه الدايموند اللي حطيتها بتاخذ العقل برزتها بشكل كثير قوي وهون ذكرتني بليدي جاجا لما لبست من عند دولشي اند جابانا ولبست هيدا العقد اللي خوت الدنيا تبع اودري هابرن ببريكفاست ات تيفانيز رجعت لبسته هلا بيونسي وخربوا الدنيا انه واو اول بلاك وومن تلبسه هون لا تعليق يعني شهين. يعني ما في لزوم احكي ولا تعب حالي ولا يعني ما بعرف إنسانة بتاريخها وكل العالم بتحبها وشوف نحن بلبنان شو منحبها وبس تجي كل العالم يعني عن جد إلهام شاهين أيقونة بس مش بالموضة معرق على الريد كاربت وقماش منه حلو ولبسة فوبيجو والشعر والحمرة الروج يعني دولتشي أند جابانا أكيد هذا مش دولتشي أند جابانا بس لأنه هو عنده هالنقش الحلوة يمكن هلا يفكر مرتين وانا يمكن يلغيها للنقشة ويشيلها من اساسها وزيادة قد منه معرق وورد كبير يعني عرق كبير مش عرق صغير بيعطي فوليوم بيعطي يعني حتى هيدا انا فوتوشوت ما بحطه ولا شرشف ولا برداية ولا اي شيء ما بعرف ليش عنده عشق للمعرق للنقشات يا ريت فينا نسأل كيف بيفكروا انه على اي اساس بيختاروا حلو انا بحب كثير اعرف شو مزايا يسألها عن جد بحب اعرف شو فكرتي شو حسيتي لما حسيتي لا عن جد انه كيف بيفكروا انه بتكون عم بتفكر انه بدي اعمل انا شوك للناس ايجابي ام سلبي المهم يحكوا فيي هي مره صرحت وقالت انا ما احتاجش ستايلست وانا حختار اللي انا عايزاه وما يهمنيش راي العالم اوكي ما يهمك راي العالم ونحن رح نقول لك انه هذا فستان ما بيليق بمسيرتك ومنه حلو ابدا ومش طالع جسمك حلو ومخيب للأمان وبقرف يلا بننتقل من إلهام شاهين لوجه جديد ريهام حقاق ما بعرف عم بلفظ له اسم عائلتها شو الاسم؟ ريهام إلي خبرك شغلة عنها إنسانة جميلة يعني بتحسها كأنها ميس انديا عندها اللوك برافو عليك عندها الملامح صح عندها الانديان مع لوك شعرها كمان والابيض هون كثير هيك طالع حلو هذا تصميم زهير مراد مش لانه زهير هلا بعرف بلشوا يعلق لانه زهير ما تبع نادين زهير وما حبينه بس ليش انا حبيت الفستان اول شيء شكل جسمها حلو بس الشغله الوحيده اللي كنت ابدا يعني ماني موافق عليها التشوكر المعمول بالنص بشيله بكبر لها فتحه الصدر بيطلع اجمل وشعره ما بعمله ويفي وما بخليه لقدام منرد الشعر لورا منعمله ويت لوك حلو نفس طريقه عند الجافي عشقه قدام عشان زياده بالشعر الجافي نعمل ويت لوك بنرجع الشعر لورا منشيل هذا الشيء على الرقبه اللي كثير عجق لانه القماشه ديجا في عجقه بس فكره واحده قماشه واحده مش غلط البلت كثير اضاف للقطع ليذر بلت كثير طالع حلو عطى لوك عصري يعني هاد الشغلتين اذا لو انعملوا كان فينا نقول كمان من الاطلالات في عجقه ولكن حلوه اطلاله حلوه بس يلا خلينا نرجع وجسمها طالع كثير حلو كمان الشقه بالنص نفست شوي يعني بس تشوف في شقه وجسم حلو وهيدا بتبطل تحس القماش نحن عم في كلمه بنقولها على اللبناني قلح يعني تو ماتش بيكون هيفي لانه يعني القماش هيفي تنقيت الكلاتش حلو مش غلط ولكن كان في يكون اصغر وكان في يكون فضه مش غلط هيك بنكسر شوي ولكن بتحس دائما في شيء اتس بيزي لوك لا واضح خلينا ننتقل لنشوف شو باقي عندنا بعد صور يلا هلا بنركض فيهم على السريع كارين وازن من الاطلالات اللي انا حبيتها فستان من تصميم الي صعب بس رح اقول لك هلا كيف كان بيطلع اجمل عليها بس شوف نشوف الصوره الثانيه اول شيء اللون الاحمر مع لون بشرتها كثير حلو ولكن مدى الفستان عليها انا حسيته غلط يعني قد ايه بسيط هذا الفستان وعم نحكي عن الدرابي نفس اللي حكيناه قبل يعني مثل ما انا فهمت انه ضايع بين صدره ومساحه خصره المدى منه ظابط عليها المدى بلس انه الفستان منه عطيه اليور حلوه ليه الكيب المعمول
أكل من جسمها. هذا النوع من السطين بده بعد حدا أطول وحدا هي نحيفة وجسمها حلو، ولكن في أوقات أنواع أجسام بتكون جسم أوروبي ستيلو أوروبي بيكون فيه هو هيك ممشوق الجسم بيطلع أحلى. يعني هذا النوع من السطين بيطلع حلو على أنابيلا هلال، على ريم صعيدي، عرفت؟ بس إطلالة مرتبة أنيقة. الأوبن سايد لايك كتير حلوة واللون حلو واللون بعقل بياخد العقل. بس الكيب أنا كان لازم ينعمل بطريقة أنه يكون برأيك ما بينشال؟ ما بعرف إذا بينشال، ولكن إلي أنا برأيي شفت كيف مغطى لك الإيدة، كان لازم يكون معمول بس على الكتف لميلة ورق مش لميلة قدام، لأنه أكل لجسمه لكارن وازن، ولكن مرتبة يعني أنيق هذا. بس كمان هو الشغلة ليه عم نحكيهم تل سيدات والفتيات ما يوقعوا فيهم. ليلى علوي بتسلم على ألهام شاهين بيظهر بتسلم شوي، ولكن دايما عم تعمل أفورت أكتر. خلينا نقول إلي ما نظلمها، دايما ليلى علوي بتحس أنه بتحضر لوكاتها أكتر وعم بتبين شوي أصغر من 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 فن من 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 جيله من الفنانات اللي حضرت لها مؤخرا لقاء تلفزيوني زغطوره. صح ولكن الميك اب خلينا نبلش بالبجبجه الموجوده بوجهها، مبين واضح يمكن قله نوم، يمكن فيلر، يمكن بوتوكس، يمكن ووتر ريتنشن، ما بعرف. الشعر والميك اب تنبلش فيهم ابدا مش ظابطين مع هيك لوك. هيدا لوك ما بده فوليوم، ما بده فوليوم. بلس نوعيه الشعر بتحسها مثل كانه منشف، مثل كانه بده باند ويل. بدك حمام زيت للشعر ضروري لانه مش حلو، منه مبين هلسي. الفستان قلح كتير قماش، كتير هلا هو محلها هيدي الكلمة كتير إلح. إلح يعني بايات عم ببصبص ماني قادر اقشع خصرة. اوكي فكرة الكمام حلوة تطلع يمكن كل الشوائب اللي هي عندها هون، برافو. اوكي انا كنت بفضل يكون في فتحة من تحت تكون ظاهرة اكتر، هن عاملينه انفلوب يعني عاملينه هيك مسكر على بعضه تكون ظاهرة، بس تقدر اقشع شوية سكن لانه خلص حسيت مثل كأنه فاتت الديسكو بول على السجادة. اختيار الشوز لا معك حق اليوم أبداً عم بقول لك أبداً مش انت اديتك بمحله ما بعرف بركي انا يمكن متطابق رايي مع بس اليوم انا لانه هيك مش قادر ابلع نادين ومايا مش قادر ابلع. اوكي اوكي الشوز منه حلو ابدا ولا الكلتش لانه تو ماتش يعني تو ماتش ديزاين وكلتش فيه هيدا وحتى عقد العقد ما له معنى يعني أبداً. بحكم هيك ذوقي مش أكتر، مش مفروض يكون سادة مع هالعجقة كلها سوا اليوم؟ سادة وصغير وبتعرف شو أوقات بلالكن على الكلاتش مع يعني بعرف أنه بيكون في السلولار والحمرة بلالكن إذا الكلاتش بده أنا دائما بقول لهم اللي بيستشيروني إذا الكلاتش بده يطلع معجق شيلوه على جنب، خلي حدا يحملكن سلولاركم أو السلفون أو واتس حيالا ديبا لبلوبا النجمة لبلوبا وجه لها تحية. بحب أنا أشوف السيدات اللي عندهم تاريخ حافل بالسينما ولكن لازم حدا يهتم فيهم ويعطيهم أكبر قدر أفرت. يعني أنا بشوف ماريل ستريب على برا وشوفها لابسة من عن مصممين اللبنانية بقول عن جد برافو لانه هدول الناس بيستحقوا اكثر شيء تهتم فيهم اللي اكثر من الصغار بالعمر. خليني اقول انه شكل جسمه حلو لعمره كثير حلو، بس اللون مع الديزاين مع كثره القماش كثره الشك وعنا كتف طالع وعنا فوق مرقعينه تيخبولها من ميله فوق وشايف الرسمه انا هيدا الشيء ما حبيته هون هيدا الرسمه وفوق يعني too much. كان في هيدا الفستان يكون كتير حلو لو فكرة واحدة ماشي واحدة اشتغلوا عليها قصروا لها شوي الكمام أكتر ما لي خلي يبين مدى إيديها أكتر، ما ضروري يكون فيها الحشوة على الكتف كان بيطلع كتير حلو ويكون لون بتعرف شو ما عندي مشلة تلبس أسود يعني هي بيضة ما عندي تلبس أسود أو تلبس البوردو الغامق ده كان طلع حلو عليها أو لون ناري بيعطيها حياة أو الأخضر الإميرود. بس يعني بس واحد يتطلع شو بحس شو بتحس سأل المخرج انت بتحس مثل كأنه صينية بقلاوة ومع الزينة فوقها ومع الورود بتعرف بس يزينوا طاولة العريس بقلاوة وورد ورود كله مع بعض يعني قد ما حلو هيدا تو ماتش مع بعضه. خلصوا الصور ما بعرف عم بسألكم خلصوا الصور
في جزء ثاني اكيد اكيد لانه أكيد. بعد في صور، بعد في كثير فنانين ما نزلوا طبعا. انا صار كثير حبيت لوجين عمران كمان كانت لابسه اسود وابيض الي، وكان فستانها كثير هيك اليجنت وعامله شعرها وميك اب، بس كانت بعد هي ما نزلت عندها صور شفناها يعني ببعض يلا بترصدهم يوم بعد يوم. شو عندي انا سبعة ايام؟ شو عندي؟ مرة ماضي كنت عم بحضرك مع باسكال اكثر من مره، ثائبت مع باسكال باسكال وسحر يمكن ايه باسكال لان ثائبت كنت عم بحضر مع باسكال، انا عم بحضر وعم شوف هيك التناغم بينك وبينها واشياء تقول ونتصيبهم وانت تاكد لها وهي تاكد لك وكذا، قلت انا بيني وبين نفسي انه بحق لنا نحن كعم نحاور انه بالنتيجة هيدا اختصاصك اليوم انا فت باللعبة، بتحس حالك لا شعوريا بدك تعطي ملاحظة، وخاصة لما انه رأيك بتقلي انك قصدت، فبحس انه ايه عندي يمكن بركي هال طبعا هالنزعة. بعدين صرنا 4-5 سنين على هوا، هي الشغلة بتاعدي بتاعدي، حتى المشاهدين بيقولولي اف كأنك قاعد معنا انه شلت الكلمة من راسه. فتحياتي لباسكال ولماي ولميراي ولسحر اكيد سحر الحصة الاكبر انت ايه وياها، وتحياتي لإليك حصرية. باتريك بدي اقول لك ميرسي، يعطيك الف عافية. مثل ما قلت انا اليوم الصبح عم نعيش بظروف صعبة كتير، اللي مرق علينا امبارح كان كتير قاسي، مثل ما قلت لكم الصبح رح خبرك شو قلت لهم، قلت لهم بعرف فقراتنا رح نقدمها هي ذاتها ما عدلنا فيها، رح نرسم، رح نحكي تغذية، رح نحكي صحة، رح نحكي نفس ورح نحكي موضة، نحن بكل فقرة من هالفقرات عم نقاوم، اللي بده يستسخف الأمر، اللي بده ينمر، هيدا بيكون تفكيره هالقد بيكون محدوديته ما عم بيشوف لأبعد، نحن بكل مرة عم نطلع فيها عم نقول صباح الخير، عم نقاوم حتى نضلنا نتنفس أكسجين، حتى نضلنا متمسكين بهيدا البلد، حتى نضلنا ننقل هيدي الصورة الحلوة الجمالية اللي أنتوا عم بتجربوا تشوهولنا إياها بالأشياء اللي شفناها مبارح. فباتريك خليل يعطيك ألف عافية، ميل ميرسي. مشاهدينا يعطيكم ألف عافية على متابعتكم لألنا، الله يحميكم، الله يحمي لبنان. أنا بشوفكم الأسبوع اللي جاي، ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.